بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الملوخيه في الدار. لازم الملوخيه كنحتاجو، انا درت نص كيلو ديال اللحم، غادي ندير بصله كبيره مشلضه مقطعه بهاد القطع صغيره، جوج مطيشات كبار محكوكين، وغادي نحتاجو التوابل. غنحتاجو الربيع، قليل من الزعفران شعره، هذا كيبقى اختياري الا كان عندكم، والخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الملحه. غادي نحتاجو الثومه، انا الثومه كنشدها كنصوبها وكنطحنها في الروبو وكنديرها في الكونجيلاتور. المهم غادي نحتاجو شي تقريبا شي جوج دروس ديال الثومه يكونوا كبار محكوكين. غادي نحتاجو الزيت بلدية وزيت رومية مخلطين، والملوخية طبيعة الحال انا صوبتها وانا ديرها في الماء. غادي نبداو على بركة الله. دابا غنديرو اللحم، انا درت نص كيلو ديال اللحم، غنضيفو الربيع، نضيفو داك الزعفران شعرة، وغادي نضيفو الخرقوم والملح والبزار والتحميرة، وغادي نضيف هاد البصلة، بصلة كبيرة قلتلكم مشلضة، غادي نضيف القليل من التومة تقريبا جوج دروس كبار ديال الثومه. هاد الملوخيه كتجي لذيذه وزوينه. ندير شويه الزيت البلديه، شويه زيت الروميه مخلطين، وغادي نديرو المطيشه. صافي نخلط هاد المكونات مزيان باش ندمجو، من بعد غادي نديرهم فوق البوطه. بعد ما خلطتهم انا دابا غادي نديرهم فوق البوطه باش يتشحر لي اللحم. من بعد انا درت الماء غليان باش نضيفو، ما كنديروش الماء بارد، الماء غليان باش يطيب اللحم ويجي لذيذ. انا غادي نضيف شويه ديال الخل البلدي، هذا كيبقى اختياري الا كان عندكم متوفر ممكن تضيفوه، دغيا كيخلي اللحم دغيا يطيب وكيجي فتي. بعد ما تشحر اللحم انا غادي نضيف ليه الماء غليان، صافي دابا غادي نخليه نسد عليه تنحس به قرب يطيب، عاد نزيد الملوخيه حيت دغيا كطيب ما كتاخذش وقت كثير. بعد ما طاب داك اللحم نتمنى يكون بان لكم، بعد ما طاب اللحم دابا انا غادي نضيف داك الملوخيه. بعد ما نقيتها وغسلتها جوج خطرات كنختار داك الملوخيه الصغيره، هي الطغميره تحيد من نقص منه داك الماء كاع اللي بقى، غير هذاك الشيء اللي غادي يطيب فيه الملوخيه. داك الملوخيه كنعزل داك الصغيره ملي كنبغيو نشريوها، كنعزل داك الصغيره كنحيدو لها داك الطربوش اللي كيكون من الفوق، صافي وكنغسلوها مزيان نحكوها نكرطوها شويه وصافي كنغسلوها مزيان. انا دابا بعد ما ضفتها لداك اللحم صافي اي فوا كنضيفو ما كنبقاوش نحركو فيها حيت هي كتبغيش تحرك. صافي انا غادي نرجعها فوق البوطه غير طيب. دابا راه اللحم طاب غطيب في الملوخيه ونحيدو. ها هو الطاجين ديال الملوخيه بعد ما وجد، انا قطعت فوق من ربع، نتمنى تجربوه راه كيجي لذيذ. ها
انتما كيف كيجي ناشف زوين، اتمنى تجربوه بالصحة والراحة. اللي عجبكم بارتاجيوه مع الاصدقاء ديالكم.